شغال يا وحش، شغال شغال يا وحش. مساء الخير عليكم جميعا اخواتنا وحبايبنا جروب كوكو انديس. هنعمل لكم لايف دلوقتي خفيف، بنقول لحضراتكم جبنا لكم الجواكت البامب الرجالي والشبابي اللي هي بتتباع بره ب 350 وب 300، جت ومقاسات ميديوم لارج اكس لارج 2 اكس 3 اكس. دمر يا عم رمان، اكبر مقاس فيها 3 اكس. شغال تمام يا شغال يا وحش، شغال يا عم رمان. بص الجواكت البامب الرجالي والشبابي اللي بتتباع بره بارقام عاليه. بص بقى الجاكيت البامب ده، ايه ده ايه ده ايه ده إيه؟ ده جاكيت بامب محترم، ليه زونت، الزونت بتاعه بيتشال من السوست عادي. شغال شغال يا وحش. مش هنتكلم كتير ونحكي كتير، بنقول لك العرض ده بكره السبت فرع الاطفال كورنيش النيل. الجاكيت البامب لغايه 3 اكس، من ميديوم لغايه 3 اكس. شغال شغال شغال. الواناته ايه؟ التيكت بتاعه طلع رول يا وحش. ماشي، بص بقى الواناته ايه؟ الاحمر موجود عشان الكريسماس برضو، الناس اللي حابه تلبس احمر في الكريسماس. شغال شغال يا احمر بتاعه اهو، ضرب نار. كل بكام؟ بكام يا السعر؟ مفاجاه السعر، مفاجاه. ده لغايه 3 اكس. الناس اللي بتتفرج على اللايف تيجي بدري. شغال شغال. في منه الزيت اهو، ده جاكيت بامب بيتباع ب 350 بره و 300 جنيه. دمر يا عم رمان، الواناته كتير. شغال يا وحش. شغال يا عم يوسف. شغال يا عم رمان. طبعا طبعا اللون الاسمر اهو موجود. دمر يا اللون الاسمر بتاعه اهو. عندك الواناته كتير اهو، كل ده. وعندك كمان البترولي. دمر يا وعندك النبيتي. الدمار يا عم رماني. شغال شغال. النبيتي اهو الواناته كتير، الواناته كتير يا عم يوسف. دمر يا وحش. يبقى بنقول لك الجاكيت بكام؟ بكام؟ بدل 300 و350 بنقول لك ب 175، النص بالنص. في الدمار يا ده مقاساته لغايه 3 اكس. فاللي عايز مقاسات الكبيره يجي بدري. شغال شغال يا عم رمان. طبعا نسكت؟ لا طبعا. جبت لك الفيست بتاعه، في جاكيت وفي فيست. بص الفيست بتاعه عامل ازاي؟ ده الفيست ده بيتباع ب 300 جنيه برضه. شغل فاخر من الاخر يا واحد. ده لغايه 3 اكس برضه، يلبسني واتخن مني. بكام؟ ب 150 جنيه بدل 350 جنيه. في الدمار يا واحد. مقاسات كبيره، ادي الاحمر اهو. شغال شغال. ويجي لك البترولي. شغال شغال يا واحد. البترولي اهو اقسم بالله تحفه، اقل مقاس فيه لارج اهو. بصي في الدمار كله موجود. شغال شغال. وعندك النبيتي وعندك المستارده اهو، ده ب 150 والجاكيت ب 175. الدمار يا خلصانه خلصان. شغال شغال يا عم رمان. يلا كله بكام؟ بكام يا بكام بكام يا وحش؟ في بقول لحضراتكم ب 150 الجاكيت البامب اهو، الفيست البامب ده لغايه 3 اكس. دمر يا عندك المستارده اهو، وعندك النبيتي، عندك البترولي. بص البترولي ب 150، عندك النبيتي، عندك الوانات كتيره. في الاصفر كله تمام. يبقى احنا قلنا الجاكيت ب 175 لغايه 3 اكس، والفيست البامب ب 150 لغايه 3 اكس. شغال شغال. منتظرين كل اخواتنا وحبايبنا، جايبين تشكيل ترنجات صبياني وبنات محيرات ضرب نار. العرض بتاع الاطفال شغال، المديرات كلها اللي عملنا عليها لايفات وعرضناها النهارده بكره السبت ضرب نار. اللي مش هيلحق مش هيلاقي. دمر يلا بقى شغال.